وكان اول اسم هو من الاسامي الكبيره جدا او الكبيره جدا، وهو كابتن النادي الاهلي السابق واللي احرز الهدف الوحيد في كاس العالم حتى الان، الكابتن الكبير كابتن مجدي عبد الغني. مساء الخير يا كابتن مجدي. اهلا بيك كابتن حازم، ازيك؟ ازاي حضرتك كابتن، اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله كابتن. اول مرشح في انتخابات النادي الاهلي يا كابتن. مع الظروف جت كده بقى، ما حدش تقدم. اول مرشح واول واحد جاب جون في الاولمبياد واول واحد جاب جون في كاس عالم. ده اول واحد كان في الاولمبياد، انا ما اعرفش دي. لا الاولمبياد ما حدش ليه؟ سجل اهداف في لا الاولمبياد والله وكاس العالم لوس في انجلس تاريخ يا مصر كابتن. كلها غير لعيب واحد بس اسمه مجدي عبد الغني بفضل الله. يعني الله عليك يا كابتن مجدي، كل يوم بتمتعنا والله. يعني اول واحد انا ما اعرفش لوس انجلس، انت جبت جوان في لوس انجلس يا كابتن مجدي؟ ماتش جبت ايطاليا في ماتش ولا لا في ماتش ماتش كوستاريكا. كوستاريكا 4-3 الماتش ده باين ولا كام؟ الماتش ده كسبناه 3-0، 3-0. انا جون وعماد سليمان جون وعلي شحاته جون. طب والبطولات الاولمبيه اللي قبل كده ما جبناش فيها جوان خالص، اللي كانت زمان في لندن والحاجات دي لا ولا لا لا امستردام؟ انا اللي جاب، يعني ما حدش جاب جون في الاولمبيات وراح جاب جون في اه كاس اه العالم. اوكي. ما احنا ما جبناش جوان في كاس العالم غير هو واحد بتاع حضرتك ده اللي يعني مظبطنا بيه انت يا كابتن مجد. الحمد ربنا يكرمك يا كابتن. الله يخليك. يعني نائب رئيس نادي الاهلي بعد بطولات كثيره مع الاداره الحاليه ونجاحات كثيره مع المجلس الحالي يا كابتن مجدي، يعني شايف هذا المنصب هو الطبيعي لكابتن مجدي، ولا تخش كنت رئيس ولا تخش عضو او امين صندوق؟ يعني شايف ازاي كابتن مجدي المستقبل؟ والله يعني الحمد لله الواحد بقى عنده خبره اداريه جيده جدا دلوقتي من خلال ان انا يعني مسكت انديه، ومسكت انديه الحمد لله حققت منها حاجه زي نادي ام بي بفضل الله. انا لما كنت مشرف على نادي ام بي قدرت ان انا احط سيستم لحد دلوقتي نادي ام بي ماشي عليه، وقدروا ان هم يحاولوا نتائج طيبه جدا من خلاله. وبعد كده سبت الانديه ودخلت اتحاد الكوره 8 سنين في الحياه، خدت خبره كبيره جدا جدا، اتعلمت فيها حاجات كتيره جدا من الناحيه الاداريه والناحيه اللوائحيه والناحيه واللاوعه بتاع الرياضه وكره القدم والكومبينات اللي بتتعمل. يعني الواحد في حقيقه الامر اتعلم حاجات كتيره، حاجات كويسه جدا وحاجات سيئه جدا، لكن السيء عشان يعني تحترس منه في المستقبل، انما الكويس عشان تستخدمه. فبجانب خبراتي بفضل الله الاحترافيه، انا عندي علاقات كويسه جدا في البرتغال لحد دلوقتي. يعني يمكن اللعيبه اللي بتلعب في البرتغال لحد النهارده مجدي عبد الغني له اسم بفضل الله جيد جدا في البرتغال. بجانب علاقاتي في هولندا نتيجه وجود الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ايضا بجانب علاقاتي في انجلترا عندي علاقات جيده جدا، لان انا عملت دورتين تدريبيتين مع الاتحاد الانجليزي للاعبين المحترفين. وبالتالي انا هسالك على حاجه كده، وحاجه بتتكلم عن البرتغال هطلع من الموضوع بتاع الانتخابات وخش فيه ده شويه. يعني في ناس لامت كابتن مجدي انه اتكلم على شيكابالا في الاذاعه البرتغاليه بان هو لاعب فردي ومش هيفيد قوي، الكلام ده فعلا يعني؟ لا 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 لا، لا بالعكس. لا لا ما اتكلمتش في الاذاعه الاذاعه البرتغاليه. البرتغاليه سالوا كابتن مجدي عبد الغني وحضرتك قلت ان هو لاعب فردي شويه مزاجي يعني لا ينال. لا انا قلت الأطراف. كده قلت قلت مهمه مدربه هو وانا وده الكلام ده مش حقيقه ولا انا بتكلم غلط؟ ايوه انا لا ما قلتش رايي، انا بقول لحضرتك يعني في لا مثلا. هو انت لما اسالك رايك في شيكابالا هتقول ايه؟ ما تقول لي انه يعني هتقول ايه؟ ما هو دي الحاجات اللي موجوده فعلا فيه، وانا ما بخترعش حاجه مش موجوده فيه، لكن انا قلتها عن طريق ان مدربه لازم ياخد يقدر باله ان هو يعني يسيطر عليه ويخلي اداؤه لصالح الفرقه بس. هو ده اللي انا بتكلم فيه، انما مش ناس بتلوم عليا ان انا قلت انه هو بص احنا عندنا هنا لا تقربوا الصلاه بس في مصر. والله العظيم اي حاجه لا تقربوا الصلاه. لا هو يعني عشان كان كجوده قال دافع عن شكاله، قال لعيب جيد جدا وكان ضحيه، ويعني وحضرتك قلت لا هو متدلع، يعني كان الكلام يعني انت عارف بقى زي ما تقول كده لا تقربوا الصلاه، يعني انت عارف الناس تحب تقرب وجهات النظر شويه. لا خالص. بالعكس انت شايف هينجح هناك يا كابتن مجدي؟ بص احنا اولا لازم يعدي المرحله الاولى من الغربه اللي هي الوقت اللي ما بيعرفش يتكلم فيه، ما بيعرفش يتفاهم فيه، ما بيعرفش يفهم المدرب عايز يقول له ايه وهو يقول للمدرب ايه.
الكلام ده كله بيعمل عملية زهق في البداية، خد بالك. صح صح. وانت طبعا لعبت في ايطاليا وما كانش عندك خلفية عن اللغة اللي بتتكلم، لكن ممكن تكون كان في ناس بتتكلم معاك لغة تانية. انا لما رحت البرتغال ما حدش كان بيتكلم معايا انجليزي حتى. صح. وبالتالي كانت المشكلة ان انا فكرت بالفعل ان انا ارجع. يعني فكرت ان انا ارجع لان زهقت، قلت خلاص الناس انا حبوني وانا لعيب كويس واثبتت لنفسي ان انا لعيب كويس، فارجع بقى. لكن طبعا فكرت في الجانب الثاني اللي هو بتاع لا تقربوا الصلاة، ان انا لو رجعت الناس كلها هتقول لك ده فشل. صح. فطبعا صمدت وقرصت على نفسي. هي دي نقطة. يعني انت شايف هو التواجد لعيب كبير وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر ومحلل كمان، يعني ما شاء الله، شايف شيكابالا ممكن يكمل في الدوري البرتغالي من وجهة نظرك؟ لعبت هناك وشفت الاجواء وبيلعب نادي كبير زي كرة القدم. هو البرتغال لو يعني شيكابالا هينجح هناك بالفعل. ليه؟ ان شاء الله. لان كرة القدم البرتغالية قريبة جدا مننا، ما عدا حتة العنف، فيها سنة عنف شوية. يعني الاستادز اللي كنا بنلبسه يا حازم ماشي كبير ده، كان يعني طوله 10 سنتي تقريبا. صح. والشنجار اللي كنا بنحطه على رجلينا ده كان فايبر جلاس عشان ما يتكسرش، عشان يقدر يحمي قصبة رجلك. تمام. فالجزئية دي هي الجزئية اللي هتخلي شيكابالا ان شاء الله يقدر ان هو ينجح هناك، لان مهارته اللعب في الدوري البرتغالي. انا كان نفسي انك انت بدل ما تطلع ايطاليا مرة واحدة تروح. صح. تعدي على البرتغال. صح. انت جبت لي انت سبورتنج لشبونة زمان، فاكر؟ بالظبط كده. صح. بالظبط كده. انا غلطت فعلا، انا دايما اعترفت ان انا غلطت في طلعت ايطاليا مرة واحدة. متشابهة الى حد. صح. ما معانا. وتبتدي تحط رجلك في اوروبا بلد ما بينزلش فيها تلج. صح. ما بينزلش فيها، اللعب اسهل يعني كمان، درجه حرارتها مناسبه لينا. فيعني عايز اقول انها باي لعيب جيد ينجح هناك، وبالتالي شيكابالا هينجح ان شاء الله يا رب. هرجع بقى ارجع لك تاني كده للاهلي بقى. كابتن مجدي نازل قايمه ولا مستقل يا كابتن مجدي؟ لا بص، انا يعني موضوع القايمه او المستقل في النهايه انت داخل تخدم ناديك، وقصه ان القايمه والقايمه دي ده بيدعمها والقايمه دي ده بيدعمها، القصه ديت مش انا في وجهه نظري عامله زي الاخوان المسلمين والشعب المصري. يعني احنا اذا كنا عايزين نعمق الديمقراطيه نعمقها بحيث ما تفرقناش، بحيث انها بس القايمه يا كابتن بتشيل، يعني لو واحد مكانه مثلا قليل شويه ومعاه اتنين جامدين بيشيلوه. يعني عايز اقول لك حاجه، انا بفضل الله خدام اسمي كبير في النادي الاهلي. يعني حضرتك معتمد على اسم كابتن مجدي وخبراتك الاداريه. انا اعتقد وعلاقاتك أعتقد طبعا جوه النادي، الحمد لله عندي خبرات وليا اسم داخل النادي الاهلي وداخل الرياضه المصريه على وجه العموم، واخد بال حضرتك. وبالتالي طب وحضرتك ما عندكش مشاكل مع اي رئيس نادي يجي؟ لا الحمد لله. لا ما هو اذا كان احنا كابتن هنشتغل عشان نخدم النادي يبقى مش هيبقى في مشاكل. تمام. ازاي يبقى في مشكله وانت داخل؟ لا يعني في ناس مثلا ما تعرفش تشتغل معاها، مثلا في هم يقولوا ما اعرفش اشتغل معاها، يعني ما فيش قصدي مشاكل مع الناس اللي اشتغلتهم في اتحاد الكوره. علموني تشتغل مع القرود في الجبلايه. ليه بس انت كنت كلكم قايمه واحده يا كابتن مجدي؟ يعني مع نعم؟ يعني انت كنت قايمه دايما. احنا كنا قايمه واحده. يعني دي بقى نقطه في منتهى الاهميه. كنا قايمه واحده لكن مش فكر واحد. واوقات كتيره جدا بيبقوا الناس قايمه واحده لكن مش فكر واحد. وصعب جدا تلاقي الناس فكر واحد. تمام. طب كابتن مجدي لو كان الانتخابات دي نزل فيها كابتن حسن وكابتن خطيب كنت هتخش الانتخابات؟ لا ما كنتش هخش طبعا. مش هتخش؟ ها ليه بقى يا كابتن؟ ليه بقى؟ لان الناس قايمه بالدور اللي المفروض ان احنا داخلين نقوم بيه. تمام. يعني هم يعني انت هتكمل الشغل بتاعهم؟ نعم هتكمل. عايز تكمل شغل الناس دي؟ انت شايف ان نكمل شغلهم، عايزين نكمل نجاحاتهم، عايزين نثبت للدنيا كلها النادي الاهلي يعني زي ما لا ينضب من البطولات لا ينضب من الاشخاص برضه، والتاريخ بيقول كده يا حازم. موضوع اللجنه المعينه ال100 وشويه سنه. ال100 وشويه سنه دول هو نمره واحد في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا. صح. بالتاريخ وبالبطولات. تغير عليه كلام مجلس اداره، مجلس اداره كثيره جدا. لكن النجاحات مستمره. ليه؟ لان ابناء النادي الاهلي دايما النادي الاهلي عنده ابناء، لان في سيستم جوه النادي الاهلي
النادي الاهلي عنده ابناء كثيرين يستطيعوا انهم يقودوا دفه او يمسكوا عجله الدفه في النادي الاهلي، وبالتالي يعني عمر الاداره ما هتقف على حد جوه النادي الاهلي، بدليل انها في خلال 100 عام وشويه ما زالت لحد دلوقتي من اقصى الادارات ثباتا واستمرارا واستقلاليه. اكيد طبعا. انا بشكرك كابتن مجدي، شكرا.